النهارده يا جماعه هنتكلم عن الملوك بحضور شويه العساكر الصغيرين دول، طبعا الاوكابيات، الرمايه عندنا، الكودو والكودو لايت، كودو اوكابي اللي احنا عاملينها ولاعبين فيها. طبعا اللي مش متابعني ولسه جديد خش تابع، عاملين تعديلات على اكتر من مطوه واكتر من سكينه، وعاملين اكتر من ديزاين واكتر من شكل. واللي لسه برضو جديد في مسابقه ماشيه كل يوم واحد في الشهر، طبعا ابتداء من يوم واحد اللي جاي ده هنبدا بقى ايه لاول الشهر. اكتر واحد هيكون بيدعم القناه، بيعمل لايكات، بيعمل كومنتات، هيكسب مطوه خشب الزيتون من شركه ام شوكه، اغلى مطوه في المجموعه. طبعا انت لو عايش في مصر، لو عايش في السنغال، لو عايش في اي دوله في الدنيا، انا مش هبعت لك المطوه، انا هبعت لك تمنها، انا اللي هتواصل معاك شخصيا وانا اللي هتعامل معاك شخصيا. هبعت لك صوره مطوتك اللي انت فزت بيها بسعرها في جميع المتاجر وتقدر تشيك، هتاخد سعر المطوه. الشروط ايه؟ الشروط ان انت تعمل تفاعل، ان انا هشوف اكتر ناس متفاعله عندي سايبه لايكات، عامله كومنتات على الفيديوهات خلال الشهر ده، بيفوز بمطوه. ودي بدايه الرشاش اللي ما بيفضاش. احنا بدأناه بام شوكه، والمطوه اللي بعده ام شوكه يا جماعه انا بحمسكم، هتكون مطوه سبايدركم. تمام، خلينا نكمل موضوعنا، خش بقى في موضوع حلقه النهارده. وعندنا الاوبينيلات، وبرضك الاوبينيلات ما سلمتش مننا، عملنا عليها تعديلات كتيره جدا. ان انا حبيت النهارده بس ايه اراجع معاكو العيله عشان نشوف اللي انضم لهم جديد ونشوف ايه ناقصنا في العيله ديت. طبعا عندنا برضو سكاكين صيني لاعبين فيها ومظبطين فيها. تمام، تيجي عندك ام شوكه خشب الجوز، عندك الكودو، عندك الكودو لايت، عندك ام وعل خشب البلوط، عندك اصغر خوجه ليا ام ختم اهي. تمام، تيجي عندك الاولد بير اهي الايطالي، حاجه برضو حته بنت ناس. تيجي عندك اول اصدار افريقي الماني، اول ما نقلوا المعرض على طول من، او اول ما نقلوا فرع الشركه من المانيا لجنوب افريقيا. تمام، عندك النباخات، دي نباخة خشب الزيتون كان اخويا برضو بعتها لي، ودي نباخة عاج، ده قرن غزال اصلي يا جماعة، ده شكل القرن الغزال الاصلي ده، هو ده قرن الغزال الاصلي، عشان محدش يمسك بعد كده مطوى اوكابي ويقول لي اصلي دي قرن غزال اصلي، ده القرن الغزال اهو، اهو ده في الصناعات اهو قرن الغزال اهو، في السكاكين اهو ده قرن الغزال اهو. تمام، ده شكل قرن الغزال، ولما بيتنحت ويبيض يبقى كده، يعني دي اوكابه ايه انا مركب عليها قرن غزال اهو، ده شكل قرن الغزال اللي بيبقى على المطوه. تمام، خلاص عرفنا. نيجي للثلاث حتت المارتينز، دي سكاكين برتغالي، وفي معلومه عرفتها جديده حبيت ان انا هقول لكم عليها. شايفين دي ودي ودي، وفين الاوبنل والاوبنل بردك والاوكابي، تعرفوا ان دول كلهم نفس اسم القصة، اسمها كليب بوينت. كليب بوينت اللي هي تبقى جاية كده ماشية القصة عدلة، بعدين تنزل بكيرف ومن قدام تبقى مسنونة او تبقى ليها يعني سن، دي اسمها كليب بوينت. يعني كل دي كده حتى دي هي كده اسمها كليب بوينت. طب لو هي المطوة كلها نازلة كده نفس الاراكس مثلا تبقى اسمها دروب بوينت، لكن ديت القصات ديت اسمها كليب بوينت. نكمل معانا ام شوكه بردك الجوز، كل الحاجات ديت احنا متكلمين عنها في فيديوهات كتير، يا جماعه اللي لسه جديد يخش ياخد لفه في القناه. ديت ارفع نباخه موجوده، دي ارفع نباخه موجوده عندنا، خليها دلوقتي. نيجي للثلاثه دول، دول ثلاثه باكستاني احجام مختلفة، دول تلات مطاوي باكستاني احجام مختلفة. لو انت هاوي ومقتني او عايز سكينة للرحلات او كده، ما انصحكش تشتري سكينة من السكاكين دي. تمام، نيجي هنا للكشميرية اهي،
حته كشميريه على ابوها مسنونه سنه حلوه، يا الله حته بنت لذينه محمله ناشفه. نيجي للاوبنل الموشوم، طبعا الاوبنل ديت موشوم مرسوم عليها جبل وناس طالعه ونار والعه تحت وكده، شغل برضو مش موضوع حلقتنا النهارده. نيجي للاوبنل الكبيره دي مقاس 12 اهي، دي مقاس 12 اهي، تمام. دي انا اللي شغال عليها كده، والشغل ده انا اللي عامله، هتلاقيه موجود برضك في فيديو على القناة عندي. تعالوا بقى اخدكم وننقل على الملوك او اكبر السكاكين اللي موجودة في مجموعتنا. طبعا شوفوا دي عاملة ازاي، شوفوا النباخة ديت قد ايه بذرة. طيب شوفوا بقى دي، بسم الله ما شاء الله، دي حتة اسباني والحديد بتاعها اللي هو الفولاذ بتاعها الماني، ال 4116 ده الماني، الماركه بتاعتها اي سي اي اهي، ده كلام اهو اللي مكتوب عليها اهو، الماركه بتاعتها اي سي اي ومكتوب عليها تحت اسباني. اسمع الطرب، تقفل تفتح اللوك، اقفل تفتح تاني كده اهي، حاجة بسم الله ما شاء الله اسطورة. عليها من هنا الوشم ده، وعليها من هنا ده وشم القناة المتشرد يا جماعة اهو، لسه جايلنا حديثا، وصلنا حديثا من اخويا العشق. حتة اسباني بنت لذينة، دي برا يسموها نباخة كوين، دي برا الاسبان يقولوا عليها او الالمان او كده اسمها نباخة كوين، تمام. نيجي للاوكابي، في مرة احنا كنا جايبين دي اسمها ملكة الاوكابي، اسمها كوين اوكابي، هي فعلا اسمها كده، والسكينة ديت صيني ولكن مفيش منها اصلي، هي الشركة اللي عاملاها هي شركة صينية، تمام. ديت اسمها ملكة الأوكابي، بس احنا ما استكفيناش بالحجم ده، وده مش حجم الملوك عندنا، ده حجم الأطفال الصغيرة. دي ملكة الأوكابي يا جماعة، دي اللي أنا لو فتحتها فعليا هتروح من الكادر بتاعنا، دي اللي أنا لو فتحتها فعليا هتروح من الكادر بتاعنا. لا وإيه خوجة يا جماعة، أهي أهي ملكة الأوكابي، دي حديد، الحديد ده الصلب العادي، يعني حتة حديدة مش بطالة، دي قطعينها من سطور، تمام. حتة الحديدة ديت قطعينها من سطور متصلبة كويس جدا، اتجمرت وترمت في الزيت، تمام. الخشبة بتاعتها ده خشب ابيض، يعني هي اصلا تعتبر خفيفة، يعني مش حاجة تقيلة، يعني زي المطاوي الصيني والكلام ده، لكن هي كديكوريشن هي فعالة وحاجة واو، مش هتلاقوها عند حد غير عند العبد لله، لان دي تفصيل. نيجي لاخر حاجة معانا، اخر حاجة معانا شوفوا دي يا جماعة كده، دي القبل الاخيرة كده، احللكوا بقكوا بس، دي اوبنل اصغر اوبنل ممكن تشوفها اهي، دي اصغر اوبنل ممكن تشوفها في حياتك اهي، بص قد ايه، قد الصباع وهي مقفولة، قد عقلة ونص، قد عقلتين صباع وهي مقفولة. تعال بقى افرجك على المتعة، شوف المتعة، نفتح كده الكليب، بص شكل المطوة وهي مقفولة عاملة ازاي، بص حتى الكليب بتاعه شكلها جامد جدا جدا، بس انا مش عارف ازاي دي مقاس 13، يعني ازاي دي مقاس 12 ودي مقاس 13، دي مقاس 13 بس كانت بترضع رضاعة من اللي هي. افتح كده نقول بسم الله، شوف يا باشا بسم الله، الله اكبر، محمد خليفة صلى على النبي كده في قلبك، حاجة ايه بسم الله ما شاء الله. طبعا هي نفس نظام الاوبنل، هي الاوبنل كلها طبعا بيبقى خشب ورد، وده اعتقد 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 فولاذ، هو يا فولاذ يا ستيل، بس هو فولاذ ليه؟ لان الفولاذ هو اللي ينزل مشبح كده شوية، يعني الفينش بتاعه يبقى كده، فأنا أعتقد إن ده فولاذ، وأهل الخبرة
يا ريت يقولوا لنا برضك لو هي ستيل محفور عليها من هنا اهو في علم السكاكين محمد خليفه. حته تحفه اسطوريه. دول الملوك اللي معانا النهارده يا جماعه، ملكه النباخه وملكه الاوبنل اهم الاثنين، بسم الله الله اكبر، حتتين، والثالثه ملكه الاوكابي اهو. وفي بردك الحته ديت، يعني هي مش اكبر حاجه في الحياه بس ديت ممكن تبقى ايه يعني طفله الاوكابي، وديت نسميها طفله الاوبنل، وبعدين نفصل بقى نباخه كبيره شويه وتبقى طفله النباخه. تمام، ده كان فيديو بسيط كده كنت بستعرض لكم فيه الملوك قدام عينيكم، تشوفوهم في كادر مفتوح، تفرجوا عليهم، تنبسطوا. انا عارف ان الحاجات ديت يعني هتعجب اخواتي، خصوصا يعني الشباب عندنا في مصر. ليه؟ لان انا الحاجات ديت بتبسطني، فبدام بتبسطني اكيد بتبسط الشباب اللي بيتفرجوا عليا. خلي بالك الحته ديت انا وزنتها كامل وزنها حوالي 800 وحاجه جرام. بس يا جماعه يا رب تكونوا اتبسطتوا، يا رب المحتوى بتاعي يكون في تطور، يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. اللي عايز يتواصل معايا في اي حاجه كلمني على الانستجرام، برد على كل الناس الكومنتات. عاوز تسيب تفاعل انت وراحتك، تسيب كومنت، تسيب اتنين، تسيب تلاتة، تسيب عشرة، تسيب الف، كله ليك. انا في الاخر اخر الشهر، عشان انتوا برضو هتبقوا عارفين، يعني انتوا لما اجي اخر الشهر اقول فلان ده اكتر واحد اتفاعل او اكتر واحد عمل كومنتات، انتوا هتبقوا عارفين ان انا ما بتكلمش من دماغي، هو هيبقى عمل كده. والجايزة هي زي ما قلنا مطوى خشب الزيتون. بصوا يا جماعة يبقى نفس لون الخشب ده كده، خشب جامد جدا، وهي اغلى مطوى في المطاوي دي. ان شاء الله تكون من نصيب طبعا اخويا وحبيبي، لانه هيكون من احسن المتفاعلين عندي في القناة، وان شاء الله كلكم تكسبوا. والمسابقة ديت دي مش مسابقة، دي جايزة التفاعل، يعني ديت مش مسابقة، دي جايزة انا عاملها للتفاعلات، اخواتي اللي بيتفاعلوا على القناة. دي اسمها الرشاش اللي ما بيفضاش، دي ممكن ندخل فيها، ممكن احط لكم مطوى ان شاء الله يوصل تمنها 5000 جنيه، مفيش مشكلة، بس ايه ان شاء الله واحدة واحدة، يعني كل مدى هبدأ اصعب الامور على نفسي شوية، هبدأ اطوركم، المحتوى يمشي معايا، الفلوس تيجي، نجيب، نعمل، نسوي، كل حاجة هنعملها مع بعضينا. كده اكون وصلنا لغاية مقطع النهاردة. حب انوه على اخواتي الصغيرين، بلاش الاستخدام الخاطئ للسكاكين، بلاش الاستعراض، بلاش المشاكل، احنا عاوزينك تكون شخص ايجابي في المجتمع، شخص ايجابي في الحياة، في اي حاجة انت بتعملها، لو شغال سواق، لو شغال زبال، لو شغال طيار، لو شغال مهندس، لو شغال ضابط، عايزينك شخص ايجابي. المجتمع ده كله دايرة متكاملة، كلنا بنكمل بعض وكلنا محتاجين لبعض، مفيش حد احسن من حد، كلنا زي بعض في الكوكب ده وكلنا بنكمل بعض. عيش حياتك ومتع نفسك وسيبك من المشاكل وسيبك من الحاجات ديت، مقتني حتة خليها في بيتك، طالع رحلة صيد خدها معاك واطلع اتوكل على الله، وان شاء الله تبقى رحلة سعيدة عليك. بس يا جماعة تنسوش اللايك الجميل والكومنتات عشان التفاعل وعشان الجايزة. شوفوا الشوك على خير ان شاء الله في المقطع اللي جاي، وسلام.